بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي، معكم مستر طه الغيطي من قناة ذكي الإحصاء والماس. النهاردة بإذن الله ده آخر جزء من شرح الدرس الأول، وهناخد فيه حل تمارين برضو كتاب المعاصر. عايزين نركز كده، الجزئية بتاعت النهاردة سهل جدا وبسيطة جدا، والفيديو بتاع النهاردة سهل قوي. تشوف المسألة دي تقول لك عين مجال كل من الدوالة الحقيقية المعرفة بالقواعد الآتية، وجايب لك هنا مثلا مسألة زي ديت دي دالة، تمام؟ أنت تشوف المسألة تحس إنها صعبة مع العلم إنها سهلة جدا 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 جدا، سهلة جدا 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 بجد بأمانة يعني. طيب هنا بيقول لي السالب 2، الدالة سالب 2 ودي دالة ثابتة، س أصغر من الاتنين. إيه؟ س أصغر من الاتنين. يعني إيه أصغر من الاتنين؟ يعني الاتنين الارقام اللي اصغر من الاثنين، تمام؟ واحد يقول لي انا او بتلخبط ما بين العلامه دي والعلامه دي، دي اسمها الاكبر من اللي بص ناحيه اليمين، ايدك اليمين، اما العلامه اللي جنبها دي اسمها اصغر من، تمام؟ في طلبه لحد الان بتلخبط فيها بجد يعني. طب تمام، وبعدين بيقول لك هنا الاعداد، السين دي يعني الاعداد اللي اصغر من الاثنين، مين الاعداد اللي اصغر من الاثنين؟ الواحد والصفر، ها؟ وكمل سالب واحد وسالب اتنين، يبقى هنا كده بص الناحية سالب ما لا نهاية، صح؟ صح. يبقى انا هكتب كده سالب ما لا نهاية والاتنين. طب اشمعنى يا مستر كتبت سالب ما لا نهاية؟ طب ليه انا ما كتبتش الاتنين؟ طب ليه انا ما كتبتش الاتنين الأول؟ لأن احنا بنبدأ في الفترات من الأصغر من الرقم الصغير، والسالب ما لا نهاية لأرقام السوالب هي الصغيرة، الاتنين دي مفتوحة. الاثنين دي ايه؟ مفتوحه. ماشي، تعال بص للثانيه دي، ده برضو داله ثابته، بيقول لك س اكبر من الاثنين، يعني الارقام اللي اكبر من الاثنين ليها 3 و4 و5. حتى هنا بص ناحيه اليمين، ناحيه الما لا نهايه على خط الاعداد، ناحيه الما لا نهايه يعني خط الاعداد اهوت، بص ناحيه الما لا نهايه كده، يبقى هكتب هنا الاثنين اللي هي الصغيره، وبعد كده الما لا نهايه لان هي الاكبر الما لا نهايه، والاثنين دي برضو مفتوحه، والما لا نهايه دايما مفتوحه. هتقول انت قاعد تلك الوقت، مهم يعني عملت عايز تعمل ايه يعني؟ بيقول لك انا عايز المجال. طيب هنجيب مجال منين؟ بص يا سيدي، ايه بصيت هنا بيقول لك الاثنين دي مش موجوده، وانا مش عرفت ما موجوده هي. ده كلامك. هتقول لي ما هي موجوده هي الاثنين اهي. لا، ديت معناها فتره مفتوحه يعني مش موجوده، تمام؟ والاثنين دي موجوده ولا مش موجوده؟ مش موجوده، تمام؟ تمام، يبقى كده مش موجود، الاثنين دي مش موجوده، والاثنين دي برضو ايه؟ مش موجوده. طب الباقي هنا عندك ايه؟ ما لا نهايه، وعندك هنا ايه؟ سالب ما لا نهايه. ما لا نهايه وعندك هنا سالب، يعني كل الاعداد الحقيقيه، صح ولا لا؟ مع الاعداد الموجبه والاعداد السالبه كله، يبقى كده المجال هيكون ايه؟ ح. بس كده يعني، انت قعدت تلف لفه ام العروسه في الاخر عشان تقول لي ح. معلش انا اسف، انا ببقى عايز افهمك، تمام؟ طيب يبقى احنا كده جبنا الح، يبقى هي كلها ح؟ لا طبعا، دي تاني، ما انت قلت لسه قال شويه ح، ما خلاص ما احنا شلنا الاثنين. ايوه شلنا الاثنين، يعني كل الاعداد الحقيقيه ما عدا الاثنين، ما الاثنين ما جتش، يبقى المفروض اقوله كده ما عدا فرق الاثنين، يعني كل الاعداد ما عدا الاثنين لان الاثنين ما جتش. طب انا مش عرفني انها ما جتش، ما دي فتره مفتوحه ودي فتره مفتوحه. طب افرض جت لواحده مقفوله، هقول لك اهوت، تعالى بص لدي ثلاثه، بص لناحيه ايه؟ ها عايزين نحلها بقى ايه؟ يعني ايه من غير بقى الكلام ده كله بقى، ماشي؟ ماشي. هنا التلاته ديت بصه ناحيه سالب ما لا نهايه، صح؟ اه. والتلاته دي موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. طب والتلاته دي بصه ناحيه ايه؟ الما لا نهايه، ناحيه اليمين. طب والتلاته دي موجوده ولا مش موجوده؟ ها؟ التلاته دي موجوده ولا مش موجوده؟ وانا عرفني، وانا اعرف منين؟ ما تنساش تشترك في القناه علشان يوصلك الدروس الجديده اول باول، وكمان لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل له لايك. من علامة اليساوي، علامة اليساوي ديت يعني فترة مقفولة. تعالى نكتبها بالفترات عشان ما تتلخبطش معايا. زي اللي فوقها ديت. دي باصة ناحية الشمال، يعني السالب ما لا نهاية، يبقى سالب ما لا نهاية والتلاتة، سالب ما لا نهاية دايما مفتوحة، والتلاتة برضه هتبقى ايه؟ مفتوحة، عشان مش جايب علامة اليساوي. مش جايب علامة اليساوي. طب هنا باصة ناحية الما لا نهاية، يبقى هكتب التلاتة اللي هي دي الصغيرة، وبعد كده الأعداد الما لا نهاية. التلاتة دي مقفولة عشان علامة اليساوي دي جايبها. يلا بقى، التلاتة دي مش موجودة، التلاتة دي مش موجودة، والتلاتة دي موجودة، يعني كده موجودة معايا التلاتة. هتقولي بس هنا مش موجودة، وهنا موجودة مرة، يبقى موجودة معايا. خلاص يبقى كده التلاتة ايه؟ معايا. طب هنا ما لا نهاية، وهنا سالب ما لا نهاية، يعني كل الأعداد الحقيقية. يعني كل الأعداد الحقيقية. هتقولي طب عدد التلاتة؟ لا طبعا التلاتة موجودة.
ما هي التلاتة موجودة، يبقى كل الأعداد الحقيقية. هتقول لي ما عدا التلاتة، يا عم الحاج ما التلاتة هي أهي 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 أهي، دي التلاتة موجودة هي، ما هو التلاتة دي موجودة من ضمن الأعداد الحقيقية، يعني موجب، يعني الحاول موجبة. علي إنما شكلك ما أنت فاهم حاجة. خلاص؟ يبقى إحنا هنا التلاتة دي مش موجودة، والتلاتة دي موجودة، يبقى موجودة معانا. السالب لا نهاية والما لا نهاية، دول الاثنين دول مع بعض تحطهم مع بعض شاي بلبن، يديك الاعداد الايه الحقيقيه، يديك الاعداد الايه الحقيقيه. طيب هنا بقى فتره ما بين الصفر والواحد، تعالى يا سيدي، ما بين الصفر والايه والواحد، ما بين الصفر والواحد، والصفر ده مقفول ودي برضو مقفول، الصفر اهو مقفول والواحد اهو مقفول، ماشي. هنا الواحد مفتوح والاثنين، الواحد مفتوح يعني مش موجود، ودي موجوده يعني كده موجوده. انت معايا؟ خلاص اهو تاني، الصفر والواحد، الصفر مقفول والواحد مقفول، هنا الواحد والاتنين، الواحد مفتوح عشان ما فيش علامة اليساوي، والاتنين ده ايه مقفول. ها الصفر ده معايا خلاص ماشي. طب والواحد ده، والواحد ده، الواحد هنا ايه موجود وهنا ايه مش موجود، يبقى هاخده ولا مش هاخده؟ هاخده، ما هو معايا، ما موجود، ما موجود، يبقى هو معايا. يتفضل لي الصفر والاثنين، يبقى المجال هيكون ايه؟ صفر والاثنين، وكل واحد يجي بالايه؟ بالفتره بتاعته، مفتوح او مقفول، هيبقى الصفر والاثنين. هنا العلامه دي باصه ناحيه السالب ما لا نهايه ناحيه الشمال، يبقى سالب ما لا نهايه والاثنين، السالب ما لا نهايه مفتوحه والاثنين دي ايه؟ مقفوله. وهنا الاعداد ما بين الاثنين والاربعه، على الاثنين ولا الاربعه، هيكون هنا مفتوح وهنا ايه؟ مفتوح. فتوح مين يا حبيبي؟ فتوح مين؟ مفتوح. دلوقتي سالب ما لا نهايه والاثنين، الاثنين دي ايه؟ موجوده، والاثنين دي ايه؟ مش موجوده، يبقى هاخد الاثنين. يبقى اتفضل لي الايه؟ السالب ما لا نهايه والايه والاربعه، يبقى سالب ما لا نهايه والاربعه، السالب ما لا نهايه مفتوحه والاربعه دي برضه هتبقى ايه؟ مفتوحه. يبقى الاجابه تكون سالب ما لا نهايه والاربعه. طيب هنا الصفر معايا وهنا الاثنين، الاثنين دي موجوده وهنا مش موجوده، يبقى اخدها. كمل. الاربعه دي مش موجوده والاربعه دي موجوده، يبقى مقفوله هي يعني موجوده، يبقى برضو اخدها. كمل. اتفضل لي ايه؟ السته. وهنا ايه؟ الصفر. يبقى الصفر والسته، يبقى الصفر والسته. هتقول انت بقى، انا ملاحظ حاجه يا مستر. ايه؟ انا ملاحظ ان انت بتشيل الجزء الثاني ده، المسقط الثاني ده بتشيله، الفتره الثانيه دي بتشيلها، وبتشيلها من المره الثانيه هنا، او في الثانيه هنا في الترتيب الثاني، وبعد كده في الترتيب الاولاني. لا مش لازم على فكره، مش لازم، خلاص عشان ما تاخدهاش قاعده. يعني هنا التمرين رقم 6 بيقول لي الشكل الذي يمثل، الشكل الذي يمثل داله في س من بين الاشكال الاتيه. احنا قلنا اللي بيمثل داله بعمل خط بيوازي محور الصادات عشان اعرف من الرسمه، ولو قطع المنحنى او المستقيم او الشعاع او الداله في اي في نقطتين يبقى ما تبقاش داله، ما تبقاش داله. انا هنا بقول لك الذي يمثل داله، يبقى لازم يقطعه في نقطه، يقطعه في ايه؟ في نقطه. هتقول لي طب تعالى اهو يا مستر، قطع في نقطه اهي. طب ماشي تعالى. طب انت لو قطعت، لو عملت المستقيم ده كده هيقطع في نقطتين، النقطه دي والنقطه دي. مش هتنفع. طب ديت اهو، ده منحنى، ده المنحنى دايما ده اول واحد سهل يعني، ما ينفعش، دي مش داله. تنفع برضه نظريه برضه. طيب هتقول لي ده اعمل ده كده قطع في نقطه واحده، ماشي. طب ده برضه اعمل كده في نقطة واحدة، خلاص كمان كده قشطة. طب دي لو عملت المستقيم، هو أصلا رسم لك المستقيم بيركب عليه، منطبق عليه، مش هتنفع طبعا. أي الأشكال البيانية الآتية لا يمثل دالة، مش دالة، مش دالة، يعني بيقطعه في نقطتين، بيقطعه في إيه؟ في نقطتين. ها هيكون مين؟ بيقطعه في نقطتين. تعالى كده نجرب. لو انا عملت ده كده قطع في نقطه، طب لو عملت ده كده هتقول لي قطع في نقطتين، ادي النقطه ايه وادي النقطه ايه حبيبي؟ ايه دي فتره مفتوحه يعني ايه؟ يعني مش موجوده، يعني دي ولا كانها موجوده، دي بس اللي موجوده. الله المستعان، انا ما فاهم حاجه. احنا مش قلنا يا ابني الكلام ده في اول فيديو؟ دي فتره مفتوحه يعني الرقم ده مش موجود. طب تعالى كده في المنحنى ده، ها خط ده كده قطع في نقطة واحدة؟ هو عايز اللي مش دالة، ايه اللي مش دالة؟ يعني بيقطعه في نقطتين. هتقول انت مش لسه قايل المنحنى بيجي في نقطتين؟ يا سيدي ده الشكل ده كده، اما ده الشكل ده كده، شوف القبة دي عامل ازاي؟ قطع في نقطة،
قال لي لازم المستقيم يوازي محور الصادات. طب هتقولي ده كده برضو قطع في نقطه، طب ده كده برضو قطع في نقطه، طب تعالى هنا كده قطع هنا في نقطتين، النقطه دي والنقطه دي، النقطه دي وايه والنقطه دي، ايه بقى هتكون نمره د. طب هنا بيقول لي جميع العلاقات الاتيه تكون فيها صاد داله في س ما عدا العلاقه، ايوه برضو قلناها في اول فيديو خالص في الدرس ده، اول فيديو. امتى يكون العلاقه ده؟ لما اجيب لي كده بالمعادلات كده العلاقات كده ازاي، لما يكون الصاد فردي يبقى تكون داله، لما يكون الصاد اس فردي رقم فردي بتكون داله. طب لو كانت الصاد اس زوجي مش هتبقى داله، مش داله، مش لا تاني مش داله، تاني مش داله. يبقى لو كانت الصاد اس فردي تبقى داله، هنا دي داله ودي داله ودي داله. ايه ده؟ ايه ده؟ لا مؤاخذه ده اس اتنين يعني اس زوجي، يبقى مش داله، يبقى هي دي الاجابه، لانه قال لي هنا ما عدا ده نفي، ده نفي. اذا كانت مجال الداله 2 على سين تربيع ناقص 6 سين زائد كاف هو ح فرق الثلاثه، عايز قيمه الكاف، يعني يا سيدي ديت الحل بتاع المساله، ايوه عوض يعني ده قيمة السين، هنعوض عن السين، يعني السين تربيع بتلاتة، هنعوض عن السين بتلاتة، يبقى تلاتة أس اتنين ناقص ستة، هنا في سين، يبقى في السين اللي هي بتلاتة زائد الكاف وأساويها بالصفر، ديت بتسعة ناقص 18، التلاتة في ستة ب 18 زائد الكاف بتساوي صفر، تسعة ناقص 18 اديك سالب تسعة، يبقى سالب تسعة زائد كاف بيساوي صفر، السالب دي تروح الجهة التانية. هتروح بالايه؟ بالموجب، يبقى قيمة الكاف هنا بكام؟ هتكون ب 9، كده احنا خلصنا الدرس. كده احنا خلصنا الدرس، كل سنة وانتم طيبين، الحمد لله. الحمد لله إن احنا خلصنا الدرس. درس طويل، واللي هي الدروس أصلاً بتاعت تانية سنة طويلة. أتمنى إن أنتم فهمتم، أتمنى إن أنتم فهمتم. ولو في أي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات أو حتى اكتبوا لي على الواتس وأنا إن شاء الله هرد عليكم. ونتقابل في الدرس الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.